وثالث مومياء معنا هي مومياء فلاديمير لينين زعيم الاتحاد السوفيتي اللي توفى سنة 1924، وبالرغم من رغبة أسرته في عدم تحنيطه ودفنه بالطريقة العادية، ولكن جوزيف ستالين اللي تولى رئاسة الاتحاد السوفيتي بعد لينين كان مصر على تحنيطه عشان يخليه أيقونة ورمز عظيم للأجيال القادمة في الاتحاد السوفيتي، وطلب من العلماء السوفيت البحث عن طريقة تحفظ جسد لينين إلى الأبد. وقرر العلماء استخدام مادة الفورمالين في عملية التحنيط، ولازم من فترة للتانية يتم إعادة شحن جسد لينين بمادة الفورمالين، والعملية دي كانت مكلفة لدرجة ان في آخر فترات الاتحاد السوفيتي تم إيقاف عملية الشحن. وبعد أكثر من 90 سنة على عملية التحنيط لسه الدولة الروسية محتفظة بجسد لينين وبتعرضه للزوار.